السيرة هي رسالة من الشعب المغربي لتأكيد الموقف المبدئي التاريخي للمغرب ملكا وحكومة وشعبا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وللتنديد بالقرار الأمريكي الأخير والذي ينسف ويخرق الشرعية الدولية ويهدد كل جهود بناء سلام. اليوم احنا جينا باش نقولوا بصوت واحد، كل المغاربه مع القضيه الفلسطينيه، كل المغاربه مع ضد قرار ترامب الساعي الى تهويد القدس، الساعي الى جعل القدس عاصمه لدوله اسرائيل. وارضا للسعاده لن نخون القضيه الفلسطينيه وسنعيد كلنا.